السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مجددا في قناة مختصون في التبادل المنزلي. فالف ستيب في ثواني معدودة هشرح لكم لما أنا قدام التاجر دلوقتي وبجيب فالف ستيب أختبره إزاي، إن كان سليم ولا إن كان بايظ في ثواني معدودة، عشان خاطر في بعض الفنيين بتشتري الفالف ستيب وبعد ما بتركبه بتلحمه وبتلاقي فيه مشكلة أو خطأ منه أو حصل أي ظرف أي إن كان والفالف ستيب باظ وما عادش عارف ارجعه تاني بعد ما يتلحم بالشكل ده. فالف ستيب ده قبل ما بيطلع لازم يكون مجرب من الشركه الوضع بتاعه الاساسي الاثنين فاتحين. في عندي علامه هنا، العلامه ديت يا اما بتاع الفريزر يا اما بتاع الكابينه، المهم مش هنختلف عليها دلوقتي ولا نختلف على تصميمها دلوقتي، ولكن انا اختبر الفالف ستيب ازاي وانا قدام التاجر. رحت للتاجر قلت له لو سمحت انا محتاج فالف ستيب جديد بالموديل بتاعه. طبعا الفالف ستيب سواء التلاجه السايد باي سايد يختلف عن التلاجه الثانيه في تقسيماته وحاجاته، هنتكلم عنه ونختبره ازاي، نختبره هو شغال في الدايره ونعرف ان كانت الكارته بتاعته بتخرج فالف ستيب، بتخرج الفالف ستيب ولا لا. بس تعالى مبدئيا كده هشرح لك ازاي وانا واقف قدام التاجر اعرف الفالف ستيب سليم ولا بايظ، او لو وصل لي من اي مكان ايا كان اختبره من قبل ما الحم اي ماسوره فيه. ببساطة جدا اللي انا هفك الغطيان بتاعته. الفالف ستيب عندي متقسم لثلاث مواسير، ماسورة الواحدة خالص وديت اللي جاية من الكابيرا اللي جاية من الفلتر، وعندي جوز مواسير تانيين، واحد كابينة وواحد فريزر. ببساطة خالص بدون ما اتعب نفسي هجيب البوز اللي هو اللي لوحده ده اللي بيبقى طالع من الفلتر وهنفخ فيه، اشوف الاثنين بيطلعوا هواء ولا ما بيطلعوش هواء من قبل ما الحم اي حاجه. يا جماعه الفالف ستيب ممكن يكون طالع سليم من الشركه وحصل فيه خبطه، وقع منك، وقع من اي حاجه في الشحن ولا حاجه، اتخبط وقع، المهم حصل اي حاجه، اي ضرب حصل فيه، لو خد صدمه جامده، لو خد اي حاجه صدمه جامده هيوقف الفالف ستيب، هيعلق، لان اتكلمنا قبل كده على الفالف ستيب وشرحناه، وهسيب لك التقسيمه بتاعته من الداخل وهو بيشتغل ازاي، هو عباره عن تروس من الداخل اتكلمت عنها كتير، ولكن اختبار بسيط الفالف ستيب اهو بالبق انفخ طلع ولا ما طلعش الاثنين. طيب في اختلاف مع الفنيين، في فني يقول لي استحاله الفالف ستيب يطلع من الاثنين، الفالف ستيب الاساس بتاعه يطلع من الاثنين، اول ما يجي يشتغل يطلع من الاثنين. طيب ممكن لو انا جربت بالبق ولقيته بيطلع من ناحيه واحده بس، ما لحمش اي حاجه خالص في الدايره ولا لحم اي ماسوره، وهركب الجاك بتاعي بطبيعته خالص واشغل التلاجه بتاعتي والصبر عليه، ممكن يكون معلق او ممكن يكون راكن على ناحيه معينه او الكلام ده كله وارد جدا اللي هو يحصل، واستنى عليه شويه لحد التلاجه ما يشتغل واخد الوضع بتاعه الاساسي وابدا ان انفخ تاني، انفخ تاني طلع من ناحيه واحده ما ركبوش، انتهى النقاش ولا لحمه، لان لو اتلحم ما هوش راجع تاني. طول ما الفالف ستيب ما اتلحمش زيه زي الكباس، زيه زي حاجات كتيره جدا، لو اتلحمت او اشتغلت او الماسوره بتاعته اتلحمت التاجر مش هياخده منك ولو حتى ايه باللازم. فاختبار الفالف ستيب في ثواني وانا واقف قدام التاجر اقول لو سمحت اعطيني فالف ستيب، هفكه من الكيس بتاعه او من الكرتونه بتاعته، وطريقه بسيطه جدا وانا واقف عنده هنفخ فيه. واحده طلعت، تانية ما طلعتش، اقول له انا اسف هات لي واحد تاني وانتهى العمل. فالف ستيب في ثواني اعرف ان كان بايظ ولا ان كان شغال قدام التاجر، مخدوش والتاجر يقول لي اصل الطبيعه بتاعته يطلع من واحده واحده لا. طيب لو انا خدته ولقيته بيطلع من ناحيه وناحيه لا، زي ما قلت لك مش هلحم اي ماسوره، هركب الجاك بتاعه وهشغل التلاجه، قلنا ممكن يكون معلق. طيب ايه اللي يبوظ الفالف ستيب لو انا جايبه جديد ونفس الوضع؟ التخزين بتاعه، التخزين بتاعه ممكن يكون تخزين سيء، محطوط مثلا في باترينا اتعرض لحراره شمس عاليه جدا، لان انا هشير لك بالفيديو ده اول ما نزل علامه الاي فوق هتشوف الفيديو الثاني بتاعه وانا فاتحه من الداخل ومبين لك كل خطوه فيه، او اسيب لك الفيديو في اخر الفيديو خالص هيظهر معاك وهتشوف. والفالف ستيب في ثواني يا جماعه عرفت ان كان هو سليم ولا بايظ ونختبره ازاي. زي ما نبهت عليك وقلت لك الفالف ستيب ونخلي بالنا من التراكيب بتاعه،
عندي لك معلومة تانية هضيفها لك، اللي انا لازم اكون منظف الدايرة كويس جدا وقبل ما اركب الفالف ستيل. الفتحة بتاعته من جوه يا جماعة لما الفيديو هيظهر قدامكم في اخر الفيديو فتحة ضعيفة جدا، يعني لو في اي رواسب او اي حاجة في اللحام دخلت جوه، ما هو ممكن وانا وارد اللحام بتاعي يخش مني حاجة. الماسورة لما يلحمها اصلا النحاس بيكون فيها سواد، بيكون فيها سواد، سواد ده او الوسخ ده ممكن يخش في قلب الماسورة بتاع الفالف ستيب من جوه، يقفل الجزء ده من جوه. نخلي بالنا كويس، الفالف ستيب وبتعامل معاه لازم اكون منظف الدايرة جيد جدا، لان الفتحة بتاعته فتحة ضيقة جدا من جوه، لابد ان انا اكون حذر جدا وانا بركب الفالف ستيب. نكمل الفيديو مع بعض ونشوف الفالف ستيب في 5 دقايق. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع النهاردة هو الفالف ستيب او ستيب فالف، بيركب فين؟ في التلاجات الديجيتال الانفيرتر النوفروست اللي بتشتغل باتنين كابينة. وظيفته ايه؟ وظيفته بيتحكم في اتجاه سائل وسيط التبريد للمبخر والكابينة. طيب بيعمل ايه اكتر؟ بيبقى في التلاجة دي فيه حساسات، الحساسات دي لما بتحس ان درجة الحرارة بتاعت التبريد بقت جيدة بتدي اشارة للبوردة بدرجة حرارة معينة، وبناء عليه البوردة بتدي اشارة للفالف ستيب ان يقلل البخ بتاع توزيع الفريون للكابينة اللي هي بتاعت المأكولات. يبقى احنا كده بنستخدمه في التبريد ذات درجات الحرارة المزدوجة. طيب يبقى ميكانيكيا ليه 3 مواسير، ماسورة كبيرة دي بتبقى جاية من الفلتر، وماسورة هي عبارة عن ماسورة زي الكابيلاري، وماسورة أصغر شوية دي بتبقى رايحة للفريزر، وماسورة أقل تاني بتبقى رايحة للكابينة. وفي الغالب الماسورة الأقل دي اللي هي بتاعت الكابينة بتاعت التلاجة دي بتبقى أصغر واحدة، بيبقى عليها كسوة بلاستيك أو غطا أزرق عشان تميزه. نفس الرسمة دي هي الرسمة اللي فوق، ادي الضاغط اهو للكوندنسر، وبعدين للفلتر، وبعدين دخل على الثري واي فالف اللي هو الفالف ستيب، ومنه خرج 2 كابيلاري زي ما احنا شايفين، واحدة على الفريزر تمام، وواحدة على الفريش فود اللي هي بتاعت كابينة المأكولات. يبقى اللي خارجة من الفلتر دي كابيلاري تخينة، وبعد كده اللي رايحة على الفريزر اقل شوية في القطر، وبعدين التالتة اقل خالص، وقلنا زي ما قلنا عليها كسوة زرقاء. الفالف ستيب اهو زي ما احنا شايفين وضع الستوب والفتحة بتاعت الاوتلت للفريزر والاوتلت للكابينة وفتحة الدخول اللي هي جاية من الفلتر. ده شكل تاني للفالف ستيب. اختباره باختصار شديد، اول حاجة ممكن يظهر عندك تلج على اي ماسوره من مواسير الكابيلاري دي، يبقى معنى كده ان في سدد. تعرف الكابيلاري دي بتاعت الكابينه زي ما قلت لك اللي هي رفيعه خالص وعليها كسوه زرقاء، يبقى كده الكابيلاري ناحيه الكابينه فيه سدد. لو الكابيلاري الثانيه بتاعت الفريزر هي اللي فيها سدد، في الغالب بتبقى عليها برضو كسوه حمراء اللي هي بتبقى اكبر شويه، يبقى كده عرفنا ان ده احد اعطال الفالف ستيب. العطل الثاني عشان انا اعرف هو شغال ولا لا، بشغل التلاجة ربع ساعة مثلا ليكن، وبعدين اوقفها، وبعدين بحط صباعي كده بعد ما اشيل فيشة التلاجة على الكويل دون الكهربائي تمام، واحاول احس واسمع صوت الفالف ستيب وهو بيقفل، لان هو عبارة عن موتورايز صغير جدا بيشتغل ب 13 فولت. الاختبار الاخير ان انا ممكن اقيس الاطراف بتاع الفالف ستيب دي زي كده، زي ما احنا شايفين دي الروزيتا اللي بتبقى خارجة من الفالف ستيب، وده الفالف ستيب هو راكب، وادي الـ3 مواسير، ادي الماسوره اللي جايه من الفلتر، وادي ماسوره رايحه للكابينه عليها السهم الازرق، وادي الماسوره اللي رايحه للفريزر تمام. ده الموتورايز بتاع الفالف ستيب، وده السوكت اللي راكب فيه. فبفك السوكت دون وبقيس الاطراف دي كلها بالاوم، المفروض ان هي تديني زي ما احنا شايفين ريزيستنت ثابت حوالي تقريبا 40 اوم، والفالف ستيب ده بيشتغل في الغالب ب 13 فولت مستمر دي سي، وبيختلف من موديل لموديل، لكن دي الفكرة العامة
والشائعة خصوصا في ثلاجات السامسونج والثلاجات ال جي. اشكركم. خالد محمود، كل سنه وحضراتكم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.